اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب العراقي والشعب المصلي بألف خير. رمضان مبارك على العراقيين واهلنا في مدينة الموصل، يا رب يكون عام خير وبركة ورمضان مبارك على الأمة العربية والإسلامية. اليوم راح ناخذكم في برنامج وحلقة جديدة من برنامج الفرح مع الموصلية، تعالوا معنا لنتابع ونشاهد اهلنا وعوائلنا الموصليون ليتجولوا في اسواق مدينة الموصل لنشاركهم هذه الفرحة ونشاركهم هذا البرنامج اربح مع الموصلية. تعالوا معنا لنتابع ونشاهد برنامج اربح مع الموصلية من داخل اسواق مدينة الموصل، كونوا معنا. المشاهدين في برنامج يربح مع الموصلية، اليوم نشاهد عوائلنا في مدينة الموصل يتجولون ليلا في شهر رمضان المبارك في أوقات متأخرة من الليل. يا رب يكون الأمن والأمان، يا رب الأمن والأمان على مدينتنا وعراقنا الحبيب يا رب إن شاء الله. وراح نلتقي بأول عائلة، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. صحة إن شاء الله بخير، الله يحفظكم. تكلمينا شلون أجواء رمضان مدينتنا الحبيبة الموصل اليوم؟ ما شاء الله الحمد لله وشكرا، نعم بالأمن والأمان يا رب يديم علينا ان شاء الله يا رب. يعني نقول اكو فرق بين هذا العام والاعوام السابقه؟ طبعا الحمد لله اكو فرق. شنو الفرق اللي حصل تقريبا؟ والله ما شاء الله يعني الخير ما شاء الله موجود، اهل الايمن رجعوا، المناطق شويه شويه عاد ترجع يعني بالايمن القديمه. الحمد لله الله يحفظكم يا ربي. عندنا برنامج اربح مع الموصلية، نسألك سؤال جاوبتينا نعطيك جائزة، وإذا ما جاوبتينا أنت تعطينا جائزة. أوكي إن شاء الله. الله يحفظكم. تكلمينا أشون الأكل برمضان؟ لا ما شاء الله سفرة رمضان ما شاء الله. يعني أهل الموصل معروفين بالسفرة برمضان. ما شاء الله. كبيرة أشون والخير كله ممدود برمضان. الحمد لله يا رب دوم إن شاء الله أهل الموصل والعراقيين أجمع بخير يا ربي. أبو الولاد يحب أكل كله أكل والدته، احكي لنا صراحة. طبعاً أكل أمه. أكل أمه. يعني. اكيد يعني طبعاً. الله يحفظكم يا ربي. الاسم بالخير ميش؟ ام كرم. ام كرم، ام كرم نبدي معاك السؤال. اهلا وسهلا. يا الله بسم الله. السؤال يقول ما هي ثاني اكبر الدول مساحه في العالم؟ ثاني اكبر مدينه روسيا. السؤال يقول انتبهي علي، ما هي ثاني اكبر الدول مساحه في العالم؟ قربتي تقريبا يعني بس مو الامريكا. برازيل. قربتي يعني هي بهذيك المكان بس قربي لنا الاجابه بعد. انا بالامريكتين بس ما يعني دوله ما اعطيني دوله، انا اغيد دوله. برازيل. لا بعد. مكسيك. بعد يعني مقرب لها، اغيد تعطيني اجابه اخيره حتى ما فاد هو لا لا جاوبيني بلكي تربحين معنا. قريبة هي أمريكا تقريبا هي. مكسيك، الأرجنتين. فكري بعد. كندا. متأكدة يعني؟ أنا أريد إجابة أخيرة ساعة. كندا. من قال كندا؟ هاي من عد كيلو واحد. إيه لا لا والله. لا والله. ما حد علمك؟ لا لا ما حد علمك. يعني ثبتين على كندا؟ ثبتت عليها. ثبتتي؟ ما أعرف يعني. السؤال يقول ما هي ثاني أكبر الدول مساحة في العالم؟ أجابت أم كرم كندا وإجابتها صحيحة، مبروك عليك الجائزة إن شاء الله تأخذوها بالعافية عليكم. تكلمينا أو رسالة توجهيها في شهر رمضان المبارك إلى أهل كيف في مدينة الموصل والمن تحبين تهنين. والله أهلي جميع أهل الموصل والعراق إن شاء الله يا ربي يتم الأمن والأمان ويظل أماننا دائما.
الشايب العراقي ان شاء الله بالموصل، ويا ربي ان شاء الله يرجع اهالي الايمن الى مناطقهم ويرجع موصلنا مثل ما كان ان شاء الله يا رب. المن تحبين تهنين وتعايدين بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك على مدينتنا وعراقنا الحبيب والامه العربيه والاسلاميه؟ كل اهلي الإسلامية كلهم يا رب إن شاء الله خير وبركة رمضان والأيام كلها والأمن والأمان توفر على جميع بلدنا العراق إن شاء الله يا ربي. أعطونا جائزة شباب، هذه جائزة مكرم مبارك لك جائزة. هدية وأكبر جائزة، احنا بخدمتكم ان شاء الله دوم سعيدين وفرحانين. رسالة توجيه الى شاشة الموصلية؟ والله شاشة الموصلية اكبر شاشة يمكن تنقل لنا الحدث بواقعية يعني تحبون الموصلية؟ طبعا احنا نتابع. الله يحفظكم يا رب ان شاء الله، وان شاء الله بنتقدم الى اكثر ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا وبالعافية عليكم، اهلا وسهلا مع السلامة. اعزائي المشاهدين، احنا ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج نروح مع الموصلية. اليوم راح نتجول في اسواق مدينة الموصل، نشاهد اهلنا وعوائلنا في المدينة وهم يتجولون للتبضع وشراء ملابس العيد. يا رب يكون عام خير وبركة ورمضان مبارك على جميع اهلنا في العراق ومدينة الموصل الحبيبة. يا رب يكون عام خير على كل الأمة العربية والإسلامية. تعالوا معنا لنتابع ونشاهد برنامج اربح مع الموصلية في أسواق مدينة الموصل. أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج اربح مع الموصلية. الآن بنشاهد أهلنا في مدينة الموصل يتجولون لشراء الملابس العيد. طبعا أجواء جميلة في رمضان، يا رب يكون رمضان خير وبركة على جميع العراقيين. وهنا في مدينة الموصل راح نشارك عائلة أخرى معانا في برنامج اربح مع الموصلية. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله. شلون تشوفين اجواء رمضان في مدينه الموصل هذا العام؟ والله الحمد لله ما شاء الله، الامن والامان العالم بضع العيد والاجواء كلها زينه. يعني طيبه هالسنه الاجواء لولا لو العام اطيب كانت؟ الحمد لله الحمد لله. طيبه هالسنه؟ يعني هالسنه عن سنه شويه احسن. افضل. شنو اللي حصل الفرق بين هذا العام والعام السابق؟ والله هي يعني كل يعني الامور يعني تتحسن الحمد لله يا رب. ان شاء الله دوم بخير وتكونون بأمن وأمان مرتاحين يا ربي. أم منو؟ أم أحمد. أم أحمد، يا لب أم أحمد مرحبا عيني، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. أم مصطفى، يا لب أم مصطفى ينعاد عليكم بالخير والسلام آمين. والصحة آمين يا ربي. أم مصطفى، شلون أجواء الموصل برمضان؟ شلون شفتيها أنت؟ والله ما شاء الله الحمد لله، الأمان والناس تتبضع والحمد لله يعني أحسن نقاط يعني أحسن من يعني أحسن من السنوات الراحت أكيد طبعاً. الحمد لله. أم مصطفى، شلون الأكل معك برمضان؟ لا كلش طيب اكيد. لا لو بس حكي طبعا ما حد يقول لي بني ما حد يقول. الله يحفظك. ابو الاولاد يحب اكل كيلو اكل والده صراحه. والله والدته متوفايه بس هو يحب اكل يعني كان قبل يحب اكل طبعا هو يعني اكلها المفضل يعني كل واحد يحب اكل امه اي يعني اطيب شيء اي طبعا. شلون الله يحفظكم يا رب. ايش تعملون برمضان اكل؟ والله هاي البرياني والتمر والمشكل والمشاوي والكبي ما شاء الله مشهورين اهل الموصل بالسفره الكبيره. اي طبعا الله يحفظكم. أيه يا رب. نبدا معاكم ام احمد وام مصطفى. اي نعم. نبدا معاكم المسابقه. يلا بسم الله نبدا معاكم. راح نسالكم سؤال، السؤال يقول ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ نصف القمر والهلال هو القمر يعني من يصير نصف بعدين يكمل يصير قمر يعني والهلال يعني هلال ويكمل على القمر بعد الشمس. ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ انت تقريبا تتقربين للإجابة. والله هو يعني هو الهلال او ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ فكري مع يعني فكري مليح. القمر يعني القمر هو بحد ذاته. ما هو الشيء يعني الذي يشبه نصفه وبعد القمر نصفه قمر هلال بدر وقمر وهلال هاي شكل بعد 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 نصف القمر. هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ فكري مليح. ايش دا اقول؟ نصف القمر. ما دا اقول لك الهلال. انا ما ادري. يعني هو
يعني لا ابدل لك السؤال. اي والله بدل السؤال بس انطيني جواب. بس طبعا الاجابه صحيح، يعني الاجابه كلش بسيطه. ايه بس يعني ما عاد تفكرين فيها. اي والله يمكن يعني لانها اول مره. الله يحفظكم. يلا راح نبدل السؤال. السؤال الثاني يقول كم عدد البيوض التي يضعها الحوت؟ كم عدد البيوض التي يضعها الحوت؟ بيها خيارات؟ والله ما بيها خيارات. لا لازم بيها خيارات على الأقل تساعدونا بيها. والله هو أنا مساعدك بالسؤال الأول بس أنت يعني ما جاوبتي. يعني تقريباً 30. كم عدد البيوض التي يضعها الحوت؟ برأيك الحوت؟ إيه. تاب. فكري مليح. الحوت اصلا ما عنده بيض. يعني شنو الاجابه؟ يعني ما يكون بيض هو مو بيض هو هو صحيح بس يعني يعني المدى. يعني شنو الاجابه هسه؟ يعني ما 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 يبيض يعني ماكو. انت ايش تقولي؟ انا بيض نقول بيض الحوت. شلون ما يبيض الحوت؟ ماكو بيض للحوت. ماكو بيض للحوت؟ لا بيض. انت ايش تقولي هسه؟ احنا اجابه اخيره. انت ايش تقولي؟ انا اقول الحوت يعني بيض. بيض. وانت؟ لا لا طبعا وحده منهم جابت اجابه صحيحه بس منو اللي هي منو؟ انت ايش تقولين؟ اني غير انا اقول لا البيض يعني بيض يعني بيض. أيه؟ متاكده؟ متاكده. وانت؟ يعني لا طبعا الاجابه هي الحوت ما يبيض. اجابتك صحيحه. مبروك معانا جائزه قيمه مقدمه من فرحه يتيم. هذه الجوائز مقدمه من فرحه يتيم. كل عام وانتم بخير يا ربي ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. المن تحبين تهنين وتعايدين بمناسبه قدوم الشهر الفضيل الى مدينه الموصل والامه الاسلاميه اجمع. والله بالدرجه الاولى كل الامه الاسلاميه هنيها بشهر رمضان، وأهن يعني قواتنا الأمنية اللي على الجهود اللي دي يبذلوه ويانا، وأهن كل الشعب العراقي. آمين يا رب. إن شاء الله من عاد إن شاء الله الصحة والسلامة كل أهلنا العراقيين والقناة الموصلية الأولوية طبعا. إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. المن تحبين تهنين وتعايدين مناسبة قدوم الشهر الفضيل في مدينة الموصل والأمة الإسلامية والموصلية والكادر والأهل والأقارب. كل عام وأنتم بخير. يعني هسا أنت أيقنتي إنه الحوت ما يبيض؟ هذا يعني هسه انت خسرتي. ماكو فرق بيني وبينك. اختك هي؟ طبعا. اختك الله يحفظها يا رب. هي فازت معنا اليوم بالجائزه. كل عام وانت بخير والف مبروك الجائزه. شباب اعطونا الجائزه. شباب هذه الجائزه مقدمه من فرحه يتيم. كل عام وانت بخير ان شاء الله يا ربي. رمضان يكون خير عليكم وعلى الامه الاسلاميه. شكرا جزيلا. حياتنا لكم. مع السلامه. عندي مع السلامه. اعزائي المشاهدين مثل ما شاهدتوا معنا اهلنا في مدينه الموصل اليوم يتجولون في اسواق مدينة الموصل. ما شاء الله أجواء جميلة في الأسواق. رمضان مبارك وكريم على أهلنا في مدينة الموصل والعراقيين أجمع. أجواء جميلة يا رب يكون عام خير وبركة ورمضان مبارك على أهلنا في المدينة. تعالوا معنا لنتابع ونشاهد برنامج اربح مع الموصلية من أسواق مدينة الموصل. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين لازلنا متواصلين معاكم في برنامج اربح مع الموصلية من داخل أسواق مدينة الموصل. نشاهد عوائلنا وأهلنا في مدينة الموصل يتجولون في أوقات متأخرة من الليل. يا رب يكون الأمن والأمان على مدينتنا وعراقنا الحبيب ونلتقي بعائلة أخرى. رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. شلون الصحة؟ يا ربي. تكلمنا شلون تشوف أجواء رمضان في مدينتنا الحبيبة الموصل؟ والله هسه تفرق عن السنة الماضية. يعني بالنسبة للأمان تطور شوي أحسن. يعني اكو فرق كثير. والجانب الأيمن شوي رجع أحسن من قبل. الحمد لله. يا رب يكون أمن وأمان بعراقنا ومدينتنا الحبيبة. أبو منو؟ أبو سلطان. يا هلا أبو سلطان. أم سلطان كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. بخير رمضان كريم علينا وعلى أمة محمد إن شاء الله. آمين يا رب إن شاء الله. بالسلامة. آمين. أم سلطان شلون شفتي أجواء مدينة الموصل برمضان؟ والله أجواء الموصل تخبل. طيبة. طيبة. يعني أقول نحس إنه أكو نكهة رمضان هذا العام. أحسن من كل سنة. الحمد لله يا رب. الله يحفظكم إن شاء الله. والفضل يعود لقواتنا الأمنية. يا رب يديمهم إن شاء الله صحة وخير وأمان علينا وعلى أمة محمد. آمين يا ربي. احكي لنا على السفرة. ابو الاولاد ابو سلطان يحب اكل كيلو يحب اكل الحجي والده. احكي لنا الصراحة تحب اكل ام سلطان لو اكل الحجي؟ لا امي كبرت يعني ما مثل تطبخ بس السعية كلها بيدة. يعني هي بيدة والحجي كان اكله طيب درجة اولى. الله يحفظها يا رب ويبارك بعمرها وبيكم ايضا.
مرحبا. هلا. شلونك؟ ايش اسمك؟ محمد. يا هلا محمد، عيونك تشبه عيوني بس يمكن انت عيونك كشف، انا احلى منك. ما الله يحفظك. وانت ايش اسمك؟ رضا. هلا برضا حبيبي، الله يحفظك. وانت ايش اسمك حبابه؟ شني؟ يا هلا بتب، الله يحفظكم يا ربي. عندنا برنامج جوائز على قناة الموصلية، إذا تحبون راح نشارككم نسألك سؤال، جاوبتنا نعطيك جائزة، جائزة عفوا، ما جاوبتنا أنت تعطينا، أوكي؟ يلا راح نبدي السؤال مع أبو سلطان، أم سلطان. أبو سلطان، السؤال يقول: ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ لا مو سهل. ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ مو سلطان. ما هو السؤال يقول: ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ قلم. قلم يعني جميع لغات العالم. يعني مو القلم، وإنما أكو إجابة أخرى. الموبايل. هو يتحدث. أم سلطان. العلم. ما أبدل لكم السؤال. يعني اللسان. لا. يلا غير السؤال. غير السؤال. يعني بس لا بالرياضة. سهل هو السؤال. إيه ما أنا ما عاد أفكر بيه، ما يجي. تعرف ورا الفطور شوي تكون صعبة. الله يحفظكم. يلا خلينا نبدل لك السؤال. السؤال يقول: كم يبلغ طول الأمعاء داخل جسم الإنسان؟ جاوبي. بالأمتار طبعاً. ما. يعني معك أي رقم؟ فوق 20 متر. لا لا. بس أغي تعطيني إجابة يعني يا أبو سلطان، أغي تعطيني إجابة. إيه ما عاد ما عاد أفكر بيها. ما كنت تعطيني إجابة لأن هسه بدأت لك سؤال. ف بالمتر؟ إيه. 6 أمتار؟ أبو سلطان. يعني تقريبا 10 هي. ما أعطيني إجابة. ما عاد أعرف. أم سلطان إيش تقولين؟ ما حذرنا. من الأخير إجابة أخيرة. لا لا يعني جوز أعلى لو أنصى من هالحال. مساعدة. أعذرني ما أعرف. 3 أمتار ما أعرف. إجابة أخيرة. ما أعرف 3 ما أعرف. أبو سلطان. ما 15 هيك. ما عاد. أريد إجابة أخيرة. ما عاد أقول لك يعني تقريبا. 15 كثيره والله ابو سلطان. طبعا احنا نعتذر من عندكم، انا سهلت معاكم ونطيتك يعني سؤالين. شو توجه يعني كلمه زين؟ السؤال الثالث. ما والله يعني هو سؤالين. كافي بكافي. ساعدتك. جرب ساعدتك. ما تمام. المن تحب تهني وتعال. والله اهني جميع العراقيين والقوات الامنيه وجميع الأهل بهاي المناسبة عند نوران أجمعين إن شاء الله على أمة محمد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أم سلطان، من تحبين تهنين وتعايدين مناسبة شهر رمضان المبارك، واعذرونا أنت ما ربحتوا معانا. أهم شيء المشاركة. تسلمون إن شاء الله. والله أقول إن شاء الله عام خير وبركة على أهل الموصل والعراقيين أجمع إن شاء الله، وانتم بألف خير. ونلتقيكم ان شاء الله ابو سلطان بحلقات اخرى، ونعتذر من عندكم، انا سهلت معك يعني ابو سلطان. الله يحفظكم، تحياتي لكم. اعزائي المشاهدين، مثل ما شاهدتوا معنا اهلنا وعوائلنا في مدينه الموصل، تتجول في اوقات متاخره من الليل في شهر رمضان المبارك. يا رب يكون عام ورمضان خير وبركه على اهلنا في مدينه الموصل. تعالوا معنا لنكمل ونتابع برنامج اربح مع الموصلية في اسواق مدينة الموصل. تعالوا معنا لنكمل هذا البرنامج من داخل مدينة الموصل.
أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معاكم في برنامج يربح مع الموصلية. الآن نشاهد أهلنا وعوائلنا في مدينة الموصل يتجولون لشراء الملابس العيد. طبعا أجواء جميلة، العوائد تتجول في أوقات متأخرة من الليل. يا رب يكون الأمن والأمان على جميع بلدنا ومدينتنا الحبيبة. الآن راح نشارك عائلة أخرى من أهل في أهلنا في مدينة الموصل. كل عام وانت بخير ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. الحمد لله والشكر يا ربي، الله يحفظك. من هو؟ أبو يوسف. يا هلا أبو يوسف، شلون تشوف أجواء مدينة الموصل برمضان؟ والله الحمد لله والشكر، يعني أي نعمة من الله، يعني نعمة من الله. أول أكو تحسن عن الأعوام السابقة؟ يعني كثير كثير كثير، واي بعد ما هاي كلها بعد صارنا 5-6 أيام، بعد 15 جاي يعني تشوف ما تقدر تمشي. ولي وقت السحور أعتقد للسحور للسحور إيه للسحور 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 ويحفظ يحفظ الموصلية. ونشكركم على يعني هاي المبادره الحلوه اللي عملتوها، تعملون وهس لل شوي نريد نغير اجواء اهلنا وعوائلنا في مدينه الموصل. كل عام وانت بخير اختي ورمضان كريم مبارك عليكم. علينا وعليكم يا رب. تسلم اخوي. كلمينا شلون خشيتي اجواء مدينه الموصل برمضان؟ الحمد لله حلوه وامان الحمد لله. يعني نقول اكو تغير؟ الحمد لله اكو تحسن الحمد لله. في اهلنا في مدينه الموصل الحمد لله الحمد لله احسن الحمد لله. مرحبا حبيبي، شلونك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ مينا. يا هلا بمينا. ايش قد عمرك؟ ما تعرفين عمرك؟ ايش قد؟ من الستة. ست. في صف انت؟ اول. اول يعني 6 سنين، تمام؟ شاطره لو لا؟ شاطره. تصومين لو لا؟ احكي لنا العدل. اصوم. تصومين؟ ايه. يعني ما للعصر وتروحين على المطبخ تاكلين مو غمام؟ لا. اكيد؟ لا. الله يحفظكم يا ربي ان شاء الله. الله يبارك فيك. ابو يوسف يسلم عينك. البرنامج راح نسالك سؤال انت وام يوسف. جاوبتنا على السؤال نعطيك جائزه، ما جاوبتنا انت تعطينا جائزه. يعني بالخدمه. هذه؟ خادم ربك. الله يبارك فيك. امزح معك طبعا. السؤال يقول ابو يوسف، ما هو الشيء؟ ام يوسف اسمعي السؤال. ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ الموبايل. إجابتها سهلة. لا لا مو جد. يعني يتكلم جميع لغات العالم. جميع لغات العالم، شيء هو يتكلم جميع لغات العالم. بعيد عليك. بعيد عليك. السؤال الثاني. يوسف ما يعني غير لك السؤال. غير السؤال. بس إذا غير لك السؤال ما راح يعني أساعدك كثير. لا أساعدني، ما راح أغير السؤال بك يعني حظي. نغير السؤال. تدلل عين أبو يوسف. أبو يوسف السؤال يقول، وغيرنا لك السؤال. السؤال يقول ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ نصف القمر؟ نعم عادي عادي. ما هو الشيء؟ يوسف الإجابة سهلة جدا. ما هو الشيء الذي يشبه؟ ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ أبو يوسف نصف القمر؟ إيه نصف القمر. هو القمر نفسه. قمر. أبو يوسف إيش؟ قمر. يعني إيش هو القمر؟ هو القمر يعني يشبه القمر. يعني هو هو قمر. نصه ايه؟ ومن يكمل يصير كامل. يعني نصه. نصه. ايه؟ أنا هم هكذا. مع. يعني ايه؟ إجابته صحيحة. ايه؟ بلي صح. متأكدين. بلي. يوسف. ايه؟ هو نص. متأكد من إجابته. هو نص القمر يشبه هو نص القمر. من يكمل يصير قمر. أنت إيش قل؟ صح. أنا أقول صح. صح. وإذا غلط شلون؟ غلط. أعطيك بوسة وأطلع. الله يحفظك يا ربي. السؤال يقول ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ أبو يوسف وأم يوسف جاوبونا نصف القمر الآخر وإجابتهم صحيحة ومبروك معنا. جائزة مقدمة من فرحة يتيم. ألف مبروك لكم الجائزة. المن تحبون تهنون وتعايدون بمناسبة قدوم الشهر الفضيل؟ أول شيء نهني الموصلية والكادر. كل عام وأنتم بخير. ونهني الشعب الموصلي الكل، ما ند نذكر احد. الشعب الموصلي، الشعب العراقي، كله 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 من الشمال للجنوب، كلهم يستاهلون ترى. انقل لهم كل عام وانت بخير بصحه وعافيه، وان شاء الله يبدون هاي الفرحه علينا. امين. واهم شيء الامان ان شاء الله. واهم شيء الامان عندنا والبلد يرجع افضل. هاي اهم شيء، هاي عندنا وان شاء الله احسن من قبل. وين الحمد لله والشكر ان شاء الله. ام يوسف المن تحبين تهنين وتعايدين بمناسبه قدوم الشهر الفضيل؟ اهنيكم كل عام وانتم بخير.
وهني الشعب العراق بخير إن شاء الله يا ربي، وأهلي والعالم كله يا رب. إن شاء الله كلكم بخير ودوم مرتاحين وسعيدين يا رب. أم يوسف، ما حكيت لنا أبو يوسف يحب أكل كيلو ويحب أكل الحجي؟ طبعا أكلي أكلي أكل الحجي يهمنا. يعني أحكي لنا العدل أبو يوسف. والله ما ندحق أحكي لك العدل، يعني هي نفس يعني ما شاء الله شيء توب توب توب. الله يحفظكم يا رب ويجمعكم دوم على خير. شباب اعطونا الجائزة راح نقدمها للعائلة. نتمناكم الصحة والعافية يا رب ونريد الأمان. هاي الهدية مقدمة من فرحة جيتين، مبارك عليكم الجائزة. نتمنى الصحة والعافية يا ربي لكم وللموصل كلها يا ربي. تحياتي لكم، مع السلامة. مع السلامة ويحفظكم الله وعلى الكادر وعلى الكل سلامي. تحياتي لكم، مع السلامة عيني. مع السلامة حبيبي، إن شاء الله تنجحين. أعزائي المشاهدين، شفتوا معنا عوائلنا وأهلنا في مدينة الموصل. ما شاء الله أجواء رائعة وجميلة تشهدها مدينة الموصل. يا رب يكون الأمن والأمان على مدينتنا وعراقنا الحبيب. وراح نشارك بعد عوائل في مدينتنا الحبيبة، وربحت معانا عائلة أبو يوسف. وتعالوا معنا لنكمل ونشاهد ونتابع عوائل أخرى من فئتنا في مدينة الموصل. تعالوا معنا نكمل برنامج اربح مع الموصلية، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معاكم في برنامج اربح مع الموصلية، وشاهدنا أهلنا في مدينة الموصل يتجولون لشراء ملابس العيد. يا رب يكون عام خير وبركة على جميع أهلنا في مدينة الموصل والعراقيين أجمع. راح نشارك العائلة معنا من أهلنا في مدينة الموصل. كل عام وانت بخير ورمضان كريم عليكم. بخير علينا وعليكم إن شاء الله. تكلمنا شلون تشوف أجواء مدينة الموصل اليوم؟ والله ما شاء الله ما شاء الله زين. يعني نقول إنه أكو تحسن. طبعا شيء أكيد، شيء أكيد طبعا. وين الاسم؟ عبد الله. كل عام وانت بخير. انت بخير اخوي العزيز، علينا وعليكم ان شاء الله. والله بخير الحمد لله. عمر، يا هلا. عمر، شلون تشوف اجواء مدينه الموصل برمضان؟ والله هي الحمد لله، الحمد لله احسن من العام اللي قبله وان شاء الله. يعني تحسن اطيب وكثير تحسن. تحسن والله ما شاء الله، يعني عشان اشوف ظاهر العوائل ما شاء الله مرتاحه. الله يحفظك ان شاء الله. كل عام وانت بخير يا اخوي. زين الحمد لله. ياسين، يا هلا بياسين. ياسين تصوم؟ ايه. الله يحفظكم يا ربي. حجي رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. صحة وعافية يا رب. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. امن وامان على الموصل على العراق كله ان شاء الله بخير. يا ربي كل عام وانتم بألف خير، صحة وعافية. كل عام وانت بألف خير. الله يحفظكم يا ربي. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. حجي، ممكن تتكلمي لنا شلون السفرة مال رمضان خصوصا في مدينة الموصل؟ والله سفرة رمضان تختلف يعني عن كل الأيام. إيه طبعا مميزة، هي كل الأنواع ما شاء الله. الموصل ما شاء الله يتميز بالأكلات زينة، الكبة، تمن، برياني. أول يوم تعملون دولمة ومشاوي. إيه تمام. الله يحفظكم يا رب. عدنا البرنامج راح نسألكم سؤال، جاوبتونا نعطيكم جائزة، ما جاوبتونا إن شاء الله بحلقات أخرى، بس إن شاء الله تفوزوا معنا. أبدي معاكم السؤال؟ نبدي معاكم؟ ياسين نبدي؟ نبدي يعني؟ متأكد أنت يعني أنه معلوماتك قوي؟ إن شاء الله. يلا بسم الله راح نبدي معاكم. السؤال يقول، ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ قلم. قرآن. فكري يعني شيء يتكلم جميع لغات العالم. قاموس. يعني تقريبا ببغاء. لكن ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ ببغاء. ما كلام ياسين عشان معلوماتك اليوم. دينك شاي ياسين، شاطر ولا لا؟ يلا ياسين. ماكو غير القلم. لا ماكو. هذا شنو؟ هو اكو شيء فعلا يعني يتحدث جميع لغات العالم. واللي هو يعني ايش تريد اعلمك؟ يعني عايز يستدرجني ياسين. ايش تقول ياسين؟ والله شلون يعني؟ تلفزيون بعيد يعني. يعني التلفزيون راح يطلع لك لغة امامك، بس وحدة لغتين ما راح يطلع. مساعدة يعني شلون اساعدك؟
انا بدي اساعدكم يعني راح اعطيك انه 3 مرات 4 ممكن تعطيني اجابه. والله ماكو احتمالات. احتمالات انطينا. فكري. والله ما اعرف. السؤال يقول ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ لسان. لا لسان ولا القلم ولا الموبايل ولا شنو؟ الصدى. يعني شلون الصدى؟ الصدى الصوت انت تتكلم راح يرد لك نفس اللغة. متأكد؟ هذا ما ظل غير هذا الاحتمال. انت ايش تقول؟ والله ما اعرف ما عندي. انت ايش تقول؟ انا قلت القلم بس ما اعرف. زين منو اللي اجابته صحيحة هسه؟ اكو اجابة صحيحة ما اعرف. والله ما اعرف تاكل عاد ولا غلط. انت والله ما اعرف ما عندي فكرة. انت تثبت على اجابتك؟ والله هذا اخير شيء عندي وهذا اثبت عليه. ايش هو الصدى؟ ايش ما راح تقول له راح يرد لك باي لغه تريد انت راح يرد لك. طبعا اجابته صحيحه. جاوب معنا. الصدى. مبروك. والله يبارك فيك حبيبي الغالي. الجائزه مقدمه من فرحه يتيم. طبعا ما اعرف شلون جاوبتها. احد علمك ولا لا؟ ظليت افكر فيها شلون واحد يعني شلون علمته هي؟ اكيد انا علمته هي. علمك هي؟ لا والله ظليت تفكر فيها. ماكو غير هذا الاحتمال انه يعني لازم انت تحكي صوت او نفس الشيء. ما لحق يقولها يعني ما نشيته. الله يحفظكم. شو توجهين كلمه والمن تعايدين وتحبين تهني مناسبه قدوم الشهر الفضيل؟ والله عايد اهل الموصل والعراق واهلي واولادي وقرايبي كلتهم. كل عام وهم بخير. كل عام وهم والف خير ان شاء الله وامن وامان. والأمن والأمان إن شاء الله على العراق والموصل. والله يحفظ قواتنا الأمنية إن شاء الله. جهودهم هاي المبذولة على أمننا واستقرار الموصل الله يحفظهم إن شاء الله. ابنك غير؟ ابنك يعني هو فاز نفس الشيء نفس البيت جائزة والله عايد عايد وهني كل أهل الموصل وأهل العراق وقرايبي كلهم صديقاتي كلهم كل عام وانت بخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يدوم هذا الأمن والاستقرار على كل إن شاء الله يا ربي. المن تحبين تهنين وتعايدين مناسبة قدوم الشهر الفضيل؟ والله عايد الكل يعني كل أهل الموصل كل العراق كل أصدقائنا قرايبنا إن شاء الله كل عام وهم بألف خير نعاد علينا بصحة والعافية يا ربي. إن شاء الله أنتم بألف خير. المن تحب تهني وتعايد عايد هذا الشهر الفضيل وهذه الاجواء الجميله اليوم. عايد ابويا اقول له كل عام انت بخير وعمي المغترب بالسعوديه هسه حاليا هو. امين يا رب امك بخير ان شاء الله. ان شاء الله بخير ان شاء الله. انت ربحت معانا. المن تحب تهني وتعايد مناسبتك؟ والله اهل الموصل واهل العراق ان شاء الله الله يديم المحبه بيناتهم وما يفرقنا ان شاء الله. امين يا رب. ياسين بما انه انت اليوم اعتقد غشيت الاجابه يعني ما من المجال. ايش تقول وايش توجه كلمه وتهنئه للعراقيين والمن الثاني؟ والله قم كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد عليهم بالصحه والعافيه وعلى العراقيين والموصل بشكل عام. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وصحه وعافيه اتمنى لكم. اعطوني الجائزه راح نسلمها للفائز معنا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. هذه الجائزه مبارك عليكم. الله يبارك فيك حبيبي. انت تسلم حبيبي الغالي. والله اتمنى نكون يعني ظل هي بالصوره وتوجه يعني كل المأساة هذه اللي تصير صارت هي قبل هي ظلت معانا وان شاء الله تظل هي مستمره بهذا الشيء. اتمنى لنا كل عام وانت بخير حبيبي. وانت بخير حبيبي الله. مبروك لكم الجائزه. مع السلامه. كل عام وانت بخير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام جولتنا وبرنامجنا اربح مع الموصليه. الان نشاهد الاجواء جميله جدا في مدينتنا الحبيبه. يا رب يكون عام خير وبركه على جميع أهلنا في مدينة الموصل. رمضان مبارك وكريم على أهلنا في المدينة. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام برنامج اربح مع الموصلية. على أن نلتقيكم في حلقات أخرى وقادمة بإذن الله. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.